seat. I call on the representative of Algeria. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، إن وفد بلادي طلب أخذ الكلمة لممارسة حقه في الرد على ما جاء على لسان ممثل المغرب لدحض ادعاءاته التضليلية الموسمية في محاولة يائسة لاستغلال كل مرة المنابر لنشر دعايته وأكاذيبه بخصوص النزاع في الصحراء الغربية. وفي هذا الصدد يود وفد بلادي التأكيد على ما يلي: أولاً، حول الطبيعة القانونية للنزاع في الصحراء الغربية. هذه القضية كانت ولا تزال وستظل قضية تصفية استعمار حتى يتمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل في التصرف في تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر ونزيه، مثلما تؤكد جميع قرارات الأمم المتحدة عليه منذ إدراج هذا النزاع على جدول أعمال الأمم المتحدة وفقاً لقراري الجمعية العامة 15-14-15-41. وإن هذه القرارات تحدد كذلك وبكل وضوح طرفا النزاع: المغرب وجبهة البوليساريو المعترف بها أممياً كممثل شرعي ووحيد لشعب الصحراء الغربية. أما فيما يتعلق سيد الرئيس بالحل المزعوم الذي يتم تسويقه من خلال ما يسمى فرض الحكم الذاتي كحل وحيد، يمثل سابقة تهدد أسس الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة الذي علينا الدفاع عليه في هذا الصرح المحترم، وتتعارض أيضاً مع عقيدة تصفية الاستعمار الراسخة والمعروفة لدى الأمم المتحدة. ثانياً، أما بخصوص آلية الموائد المستديرة، وعلى عادته استغل المغرب هذه الآلية من أجل التسويق لنهجه الاستعماري ومحاولة الالتفاف على الشرعية الدولية وتحويل طبيعة النزاع من قضية تصفية الاستعمار إلى نزاع ثنائي حسب أوهامه، مما جعل هذه الآلية غير فعالة وغير مجدية. ثالثاً، إن استقبال الجزائر للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف اعتباراً من 31 أكتوبر 1975 كان نتيجة للاحتلال غير الشرعي لإقليم الصحراء الغربية من قبل المغرب بعد رحيل القوة الاستعمارية السابقة. وتبقى الجزائر مؤمنة أن مسألة تعداد اللاجئين مسألة تقنية بحتة وتعد جزءاً لا يتجزأ من خطة سياسية شاملة ضمن خطة السلام التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1990. وإن المكون المتعلق بالتعداد لا يكون له معنى إلا في إطار إجراء استفتاء حر ونزيه يهدف إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتقادم في تقرير المصير وفقاً للشرعية الدولية وعلى غرار باقي شعوب العالم. أما فيما يتعلق بالإدعاءات الكاذبة والافتراءات التي يسوقها المغرب بعلاقات مزعومة للاجئين الصحراويين مع جماعات إرهابية، فما هي إلا حلقة جديدة في مسلسل بائس هدفه تشويه نظام شعب الصحراء الغربية الذي يتطلع إلى ممارسة حقه المشروع لتقرير مصيره كسائر شعوب العالم. وشكراً.